من جهتها أعلنت أنقرة تدمير 108 أهداف عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في منطقة عفرين السورية. وقال بيان للجيش التركي إن الأهداف المستهدفة شملت مخابئ وملاجئ ومستودعات ذخيرة تعود للتنظيمين المذكورين، وذلك في إطار عملية ما تسميها أنقرة غصن الزيتون، لافتة إلى مشاركة 72 مقاتلة أو 72 مقاتلة في تدمير الأهداف المذكورة. بالمقابل صرح الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية أن 10 أشخاص قتلوا جراء القصف التركي على منطقة عفرين.